اهلا بيكم، يلا بينا النهارده نعمل مع بعض 15 قطعه من الجاتو بخمس بيضات بس. وصفه مش هتلاقيها في اي مكان تاني، وصفه ناجحه 100% بطريقه الحلوانيه، هيديكي طعم تحفه. يعني لا تقولي لي بقى لابوار ولا الاسامي اللي احنا عارفينها دي، هتعمليه وهتغلبيهم كلهم. جربي الوصفه دي، كل اللي محتاجاه انكم تجربوها وتقولوا رايكم في التعليقات، وتتابعوا الفيديو للاخر عشان هتستفادوا منه كتير، وكمان اعملوا شير كتير في كل حته علشان غيركم يستفاد، وكمان اشتركوا في قناتي علشان تشوفوا ان شاء الله كل جديد، وتدخلوا تشوفوا باقي الوصفات على القناة هتعجبكم جدا. يلا بينا بقى، وما تنسوش انكم تحطوا لايك، اللايك مهم جدا يا جماعة، يا ريت توصلوا الفيديو ده لألف لايك عشان بجد والله هو يستحق، عشان الوصفة بجد ناجحة 100%. يلا بينا بقى نشوف المقادير ايه. المقادير عبارة عن خمس بيضات وكوبايتين الا ربع من الدقيق، ونص كوباية من المية، ومعلقة محسن، ومعلقه ممسوحه بيكنج باودر وفانيليا ورشه ملح، وبس كده. شايفين بقى المقادير بسيطه ازاي. اول حاجه هعملها ان انا هكسر الخمس بيضات في البوله كده مع بعض، وبعدين هحط رشه الملح طبعا، وهحط السكر، السكر كوبايه الا ربع طبعا، حبيبات مش باودر. حطيت بقى الفانيليا، طبعا انا بستخدم الفانيليا دي، النوع ده كويس جدا، بتبقى خام كده وحلوه، ممكن تستخدمه كمان الفانيليا السايله برضو بتكون قوية جدا. اول حاجة كده هبتدي ان انا اضرب شوية لغاية ما يعمل فوم ويفتح، بس حبة صغيرين يعني ما يزيدش قوي. بعدين بقى هنزل بمعلقة المحسن، وهبتدي ان انا اضرب لغاية ما القوام يتقل معايا. زي ما انتوا شايفين بيبتدي ان هو يتحول من الاصفر للابيض واحدة واحدة كده، بياخد ضرب معايا تقريبا 15 دقيقة. هبتدي ان انا اضرب كده زي ما انتوا شايفين، وبعد ما اوصل للمرحله دي هجيب بقى نص كوبايه الميه وهحطها. اول ما هنضرب بالمضرب هنلاقي ان الخليط بقى سايل شويه، مش مشكله خالص، هنبتدي نضرب وهيرجع كريمي تاني عادي خالص. اهم حاجه يا جماعه واحنا بنضرب بالمضرب، علشان بس نحافظ على المضرب بتاعنا وما يبصش معانا بسرعه، لو انتوا قعدتوا ال 15 دقيقه كلها بتضربوا ضرب متواصل بالمضرب هيبوظ منكم. كل شويه كده مثلا كل دقيقه ريحوه شويه، اقفلوه وشغلوه تاني عشان بس نحافظ على المضرب بتاعنا وما يبصش. هنا بقى المواد الجافه، انا وصلت بقى للقوام ده في الخليط الاولاني، جبت بقى المواد الجافه بتاعتي وهي البيكنج باودر على الدقيق، وهبتدي ان انا اخلطهم على بعض وهنزلهم منخولين. ممكن تنخليهم في الطبق وتنزلي معلقه معلقه، اهم حاجه ان احنا مش بننزل كل الكميه بتاعت الدقيق على الخليط ده علشان ما يهبطش معانا ويخرج كل الهواء اللي دخلناه بالمضرب. زي ما انتوا شفتوا كده حطيت معلقتين دقيق كده في الاول، وهبتدي ان انا اضرب، وبعدين احط معلقه تانية لما بلاقي ان الاولانيه اختفت واحده واحده كده. وعايزه اقول لكم ان انا هنا كنت بضرب بالسرعه الاولى في المضرب، يعني مش بضرب بالسريع علشان الهواء برضو ما يخرجش. كل الحاجات دي يا جماعه هي لو احنا اتبعناها كويس جدا بتطلع معانا نتيجه مظبوطه 100% ان شاء الله. هبتدي بقى انزل معلقه معلقه كده من الدقيق لغايه ما اخلص كل الكميه. طبعا في المرحله دي انا مشغله الفرن على درجه حراره 180 عشان يسخن كويس جدا، وبعد كده بدخل الفرن بدخله في صاج. الصاج ده بيكون المقاس بتاعه 32 × 53، 32 × 53. بفرش طبعا ورق الزبده، هتشوفوه معايا دلوقتي، هحطه في الرف الوسطاني على درجه حراره 200، على درجه حراره عاليه جدا لمدة 10 دقايق بس. لو زودتوه على 10 دقايق هيتكسر منكم، يبقى ناشف ومش هيبقى حلو خالص. لو زودتوا حتى ولو دقيقتين بس أو دقيقة، هي 10 دقايق وخلاص بيكون زي الفل. على درجة حرارة 200، درجة حرارة أعلى حاجة في الفرن، عشان هو طبعا صاج كبير فمش هياخد منكم وقت كبير. هنا الصاج ده أنا بقول لكم 32 × 53، أنا هسيب لكم برضو كل المعلومات المهمة هسيبها لكم في صندوق الوصف، والمقادير كمان لو انتوا عندكم صاج اقل من كده بشويه برضو ينفع. هنا بقى خرجته من الفرن، زي ما انتوا شايفين ما بيحمرش قوي من فوق، ومش بستنى اصلا ان هو يحمر اكتر علشان ما ينشفش معايا ووقتها هيتكسر. هبتدي بقى ان انا افرغ كده الجناب بالسكينه عشان يطلع معايا بسهوله. طبعا هسيبه يبرد خالص، انا سبته يبرد هنا تقريبا نص ساعه، وبعد كده هطلعه من الصاج. عايزه اقول لكم ان انتوا لو ما عندكوش الصاج المقاس ده، لو انتوا عندكم مثلا اصغر شويه اعملوه برده فيه، لو مثلا 30 × 40 هيكون كويس جدا، وهيكون الكيك اعلى من كده بشويه، وهتكون القطع 12 بس.
هيكون برضو حجمها كويس، يعني متوقفوش نفسكو، اللي عندكو اعملوا فيه عادي خالص. ولو عندكو برضو أصغر من كده ممكن تقسموا الخليط ده على صنيتين وتحطوهم على بعض، هيبقى برضو تمام. هنا بقى بعد ما برد خالص تقريبا عدى ساعة، هبتدي بقى ان انا اقطعها اتنين. هنا انا لما قستها لقيتها 50 سنتي، فانا قسمتها 25، قسمتها 25 و25، هسيبهم بقى على جنب. وبعدين هجهز بقى الكريمة بتاعتي. الكريمة عبارة عن نص كوباية من السكر، حط عليهم كوبايتين من المية المتلجة، وهضربهم شوية كده علشان بس السكر الحبيبات يدوب. يعني احنا بقى مش محتاجين سكر بودر ولا اي حاجة خالص، شايفين بقى البساطة. حط بقى هنا كوبايتين من الكريمة. انا استخدمت كريمة خام طبعا ما فيهاش سكر، عشان كده انا استخدمت السكر. كل كوباية من الكريمة بتاخد ربع كوباية من السكر. ربع كوباية بيكون المذاق بتاع السكر خفيف كده وحلو، لو حابين انكم تزودوا عن كده براحتكم برضو، بس بيكون مظبوط جدا. انا بقى حطيت الكريمة في كيس حلواني علشان تبقى معايا مظبوطة، وتبقى القطع كلها مليانة كريمة كده وحلوة، وتبقى كلها قد بعضها. وجبت كده السكرابر، وهبتدي ان انا افردها كويس علشان ما تكونش فيه حتة واطية وحتة عالية. حطيت بقى القطعة التانية كده فوق زي ما انتوا شايفين. هنا بقى فوق هستخدم بس السباتولا، مش شرط خالص ان انا اعمل بكيس الحلواني، اهم حاجة بتكون الكمية كبيرة علشان الجاتو طبعا بيبقى حلو قوي بالكريمة كتير. هبتدي بقى ان انا افرد كده كويس جدا برضو بالسكرابر، برضو بنعم الوش خالص علشان تكون كويسة. اهم حاجة ان انا بظبط كويس جدا كده الوش، وبعدين بروح بقى مش مقطعة ولا عاملة فيه اي حاجة خالص، بدخله على الفليزر بقى ساعة ساعتين، عايزة تسيبيه لتاني يوم براحتك خالص. اهم حاجة ان احنا مش عايزين نيجي جنبه ولا نقطعه الا لما يقعد في الفليزر مش اقل من ساعة، مش اقل من ساعة خالص، علشان تطلع معانا القطع مظبوطة زي ما هتشوفوا معايا. وزي ما شفتوا في اول الفيديو كده القطع كلها كانت قد بعضها ومظبوطه، ومفيش بقى كريمه سايحه ولا اي حاجه من الكلام ده خالص. هنا قست بالمسطره 10 و10 و10، المفروض قطعه الجاتو تكون 5 في 10. هنا عملت 3 قطع، والثلاث قطع هيبقى حجمهم كلهم كده العرض بتاعهم 10 زي ما انتوا شايفين، 3 قطع. طبعا في زيادات هنشيلها، انا عملت حسابي وسبت كده سنتي من الزيادات دي، وعملت القطعة 10 سنتي بالظبط. قيسوا بالمسطرة عشان تطلع معاكم الحتة مظبوطة، يعني تبقى شكلها حلو كده وكله قد بعضه. قيسوا بالمسطرة، شايفين بقى هنا، بقى هنا هحاول ان انا اعمل الحتت برضو يكون عرضها قد بعضه. اما قستها لقيتها 25، المفروض على 5 قطع هيبقى 5، يبقى كل قطعة هيبقى عرضها 5، هيبقى عرضها 5 سنتي، تبقى 5 في 10 كده. شايفين بقى القطعة عرضها 5 وطولها 10، يعني نفس حجم اللي بتتباع عند محلات الحلوانية بالظبط. شايفين بقى علشان انا كنت مجمدة الكيك في الفليزر ما تعبنيش خالص في التقطيع. عملت بقى روزتات من الكريمة اللي فضلت معايا. طبعا الكوبايتين كريمة دول تقريبا ربع كيلو من الكريمة، يدوب ربع كيلو على ال 15 قطعة دول، بيبقوا مليانين يعني كريمة كده، وتبقى كمية حلوة. هنا بقى سيحت نوتيلا، وسيحت كمان الصوص الكراميل ده، الاتنين بحطهم في طبق كده وعلى بخار مية، وقلب كده بمعلقتين زيت، وبيكونوا سايحين معايا ويبقوا زي الفل. مش حابين تحطوا الكلام ده كله براحتكم برضو، التزيين ده على حسب الرغبة. هنا بقى الكور دي حطيتها برضو، كور كريسبي كده حلوة برضو، بيبقى طعمها حلو قوي على الجاتوهات، وبتبقى شكلها كده عاملة زي الجاهزة. والكريسبي برضو الصفنن ده، كل الحاجات دي بتتباع في مستلزمات الحلواني، محلات مستلزمات الحلواني تبقى كل الحاجات دي متوفرة عندهم. هنا بقى الورق ده بتاع الكوب كيك، المفروض ان هو برضو بيتحط تحت الجاتوهات كده. انا حطيت كام واحدة بما اني طبعا احنا بس اللي هناكلوه، يعني مفيش ضيوف ولا حاجة، فما حبيتش ان انا احط كل الكمية فيها ورق الكوب كيك ده. طبعا كل ده براحتكم، اللي عايزين تحطوه حطوه، والتزيين على حسب الرغبة. وده شكله النهائي، وزي ما انتوا شايفين شكله حلو قوي وطعمه احلى من شكله بكتير، وكمان فاتح كده وهش وخفيف. جربوا الطريقه دي، جربوها، انا متاكده انكم لما تجربوا الوصفه دي مش هتشتروا اصلا جاتوهات من بره تاني. ما تنسوش بقى لو انتوا وصلتوا معايا لغايه هنا، ما تنسوش انكم تعملوا لايك للفيديو ده،
وتشتركوا في القناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش، واعملوا شير كتير عشان غيركم يستفاد، واستنوني ان شاء الله بكرة في وصفة جديدة وفيديو جديد، ودمتم في حفظ الله.